السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي مجددا على قناة من مطبخ أسرتي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم طريقتي في تحضير البغرير. غادي نحتاج بالنسبة للمقادير، غنحتاج الزلافة ديال السميدة رقيقة، هنا عندي بالضبط 200 غرام، وغادي نحتاج نصف زلافة ديال الدقيق الأبيض 100 غرام، غادي نحتاج جوج زلايف ديال الماء دافئ، عندي معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملح، وغادي نحتاج الكيس ديال الخميرة الكيماوية، خميرة الحلويات، وغادي نحتاج الكيس ديال الخمارات الخبز، جوج معالق صغار تقريبا. بالنسبة للطريقة سهلة، كنخلط الدقيق السميد مع الدقيق الأبيض، كنضيف الملح والسكر والكيس ديال خميرة الخبز، بسم الله، والخميرة الكيماوية، كنضيف الماء، كندير النصف وكنخلط مزيان. انا هاد البغرير كنعجنو بهاد الميكسة ديال اليد. هنا انا من بعد ما عجنت كما شفتوا في الفيديو، كنضيف الماء شويه بشويه وانا كنعجن، فكتبقاو كتعجنوا فيه حتى كي ما كيبقاش فيه دوك الحبيبات ديال العجين ديال الدقيق، وكيدير لينا هكا فقاعات. ضروري تعجنوه مزيان باش ما يبقاش فيه حبيبات ديال العجينه، شحال ما تعجن مزيان شحال ما كيجينا احسن، والقوام ديالو كيجي بحال هكا، ما كيجيش ثقيل بزاف وما كيجيش خفيف بزاف. والماء البنات انا ما احتاجيتش الماء كله، كان عندي هنا جوج زلايف ديال الماء الدافئ، فبقى لي هنايا الماء، يعني كديروا كتضيفوا في الماء شويه بشويه، عينكم ميزانكم، حتى كتحصلوا على القوام ماشي جاري بزاف وماشي ثقيل. هنا انا غادي نصبر عليه واحد الخمسة حتى العشرة دقائق، وغادي ندوز ان شاء الله نطيبه، وغتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش كيجي. دابا ان شاء الله غادي نبداو نطيبه في البغرير من بعد عشرة دقائق، ما كتحتاجوش البنات تصبروا عليه بزاف، فانا عطلت عليه شوية لان تلهيت، ولكن هو ما يحتاجش يتعطلو بزاف، غير عشرة دقائق كيرتاح صافي، كتبداو كطيبو فيه. كنشعل البوطة، والمقلة ضروري تكون مقلة ما كتلصق لكمش، كتكون ما مقبوشة، ما المهم تكون مقلة زوينة. وكان نجهد البوطه في الاول، ومن بعد فاش كت تبان لينا كتقب لينا هذا البغريره كنقصوا داك الساعات الا بغيتو تنقصوا على العافيه.
مازال باقي لها شويه تحمر. هانتوما دابا صافي غادي نحيدها. هنايا البنات عندي المقله دابا سخونه، غادي نبردها بشويه د الماء الماء بارد، وغادي ندير الثانيه كنعمرش بزاف باش ما تجيناش هاي غليظه بزاف. صافي غير كتحمر ليا من التحت، صافي كنحيدها. وكندير نفس الشيء كنبرد المقلة يعني كتكون مقلة دافية كيجينا احسن البغرير. صافي كنحيدها وكندير وحده اخرى نفس الطريقه. انا كنوضع الماء في المقله غير لداخل، غير شويه د الماء، وكن كنشعل بحال اللي كنشللها. صافي وكندير وحده اخرى. انا هنايا ما نقصت شيء على البوطه كما كتشوفوا، واخا مجهدلو ما كيتحرقليش. هو دائما على حسب المقله، الا كانت المقله خفيفه بزاف راه خصكم تنقصوا شويه على البوطه.
هنا عندي البغرير وجد، وصلنا لنهاية الفيديو. كيجي غزال هاد البغرير، كيوجد بسرعة. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو. ما تنسونيش بحال ديما باللايك ومشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.